السلام عليكم. إيران تعلن أول رد فعل على قوارب التجسس وتكشف عن تهديدات لدول طبعت مع إسرائيل. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن رد فعل الجمهورية الإيرانية على قوارب التجسس المسيرة في المياه الدولية سيكون ردا حاسما. وأوضح باقري في كلمة ألقاها في بندر عباس مساء الأحد: حاول الأعداء تقويض حفظ قواتنا في منطقة الشرق الأوسط بطرق مختلفة وبإنشاء وحدات جديدة، وتشير التقارير إلى أنهم يعرضون سلامة الملاحة البحرية للخطر من خلال إطلاق وإرسال وحدات تجسس صغيرة مسيرة. وأضاف: ينبغي لنا استخدام الطرق الدولية وتقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية عبر القنوات الدبلوماسية، ونعلن أن سفننا لن تتسامح مع مثل هذه الوحدات في طريقها وستتصدى لها كما حدث. وتابع: بالإضافة إلى تقديم احتجاج عبر وزارة الخارجية، فإننا نعلن أننا لن نتسامح مع تطور عملية التجسس وخلق التهديدات، ولن نساوم مطلقا فيما يتعلق بحقوق الشعب الإيراني وأمن بحرنا وأرضنا. وقال باقري إن التقارير التي وصلتنا تفيد بأن بعض الدول المنطقة التي قامت بتطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني واجهت تهديدات في المنطقة، كما أن انضمام الكيان الصهيوني إلى القيادة الإرهابية للقيادة المركزية للجيش الأمريكي يمكن أن يشكل تهديدا لنا. إذن إننا لن نتسامح مع وجود الكيان الصهيوني. وأعلنت إيران يوم الجمعة أن قواتها البحرية احتجزت زورقين مسيرين أمريكيين في البحر الأحمر قبل الإفراج عنهما بعد فترة وجيزة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.